فضيلة الشيخ، تقول السائلة: ما حكم لبس البنطال أمام الزوج فقط؟ حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما هنا ملابس إلا البنطال، المرأة ما تلبس البنطال، ليس من لباس النساء، لأن البنطال أولا فيه تشبه بالرجال، وثانيا أنه يبين مفاتن المرأة، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال. هذا من الفتنة التي حدثت عند النساء. وما الداعي للبس البنطال؟ الداعي ما هو إلا محبة هذه الفتنة والتعلق بها. نعم.